إيه يا قلبي، هذه نصيحة الدكتورة أصلاً. يعني شوفي، روبا ما عاد تبغى انفيزيلاين، تبغى تقويم، ورؤى العكس، مو كانت حاطة تقويم. فالدكتورة قالت لهم، قالت أصلاً أنت يا رؤى من الأفضل لك، بعد النتيجة اللي وصلتي لها، أنه الأفضل لك الانفيزيلاين. وروبا قالت أنه من الأفضل أنه تسوي تقويم عادي، بريسس. ليش؟ لأن روبا الأسنان هذه الأمامية اثنين، هذه والله ما أدري شو اسمها، يمكن اسمها الضاحكة، مش أنياب، اسمها الضاحكة، صغار مرة، فتبغى توسع المنطقة شوي عشان تقولي إذا كبرت شوي تحط مكانها، قولوا معايا، فينير، فهمتوا؟ فالدكتورة هي مؤيدة. يا عالم يا جماعة، بعيدا عن الموضوع كله، الجو خرافي، يجنن يجنن. بس أنا ما أقدر أعطي، لازم الشمس هنا، شو الشمس وين؟ ما أقدر أحط وجهي هنا لأن الشمس قوية. شو الشمس قوية، أبغاكم تشوفونها صح. إيش هذه، طائرة، هليكوبتر؟ الشمس قوية أوكي، وبس في رياح باردة، يعني شيء حلو، مزيج من الحرارة على البرودة كده، يعني شيء حلو منعش، تحسون بانتعاش. يا رب، يا للجمال.